برنامج الجاية يبارك لفريق نادي القادسية الفوز ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي أمس ويحتفل مع جماهير الأصفر في الجاية. مرة في تاريخه ألف مبروك لعيال نادي القادسية وهو القايل اليوم أصفر معاكم يا أحلى جمهور. مساء الخير يا القايلة. مساء النور. ازيكم النهاردة؟ طيبين الحمد لله. مايكن بلتا وين؟ كاول مرة المايك. وين عمر العثمان؟ مشغول يصور فيديو. طب نايف النعمة وين؟ موجود بلدك. بسم الله ما شاء الله صحيين. طب فين ابتسام عبد الحليم؟ موجودة بالتنسيق. وفاطمة الجلاط وين؟ موجودة بسكيت شوت. وحمزة التلجي وين؟ موجود بسكيت شوت. يا سلام. وحنان المهدي وين؟ موجودة بالتعليم. وفادي الشميري وينو؟ موجود بالسكتشا. بسم الله ما شاء الله صحيين. طب خالد ملك وين؟ موجود بالسكتشا. صحيين صحيين. طب حادي قولي فين سمير ابو حمد؟ موجود بالامراج والحين يعطينا الاكشن. موجود بالامراج والحين يعطينا الاكشن. دي رياح التغيير. برنامج القايلة يبارك لفريق نادي القادسية الفوز ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي أمس ويحتفل مع جماهير الأصفر في القايلة. شفت شلون الفريق اللي يلعب على ضيع الوقت ولا يلعب اللي يطيحني وطيح سم بالله مو قاعد نهاجم بس القاتية في القاتية. مثل اليوم في القايلة الفنان النجم القدساوي عبد الرحمن العقل. ألو هذا أي برنامج؟ هذا برنامج القايلة. القايلة القايلة برعاية زين. احصل على جهاز مجانا مع 250 دقيقة انترنت 4G LTE سعة 6 جيجا بايت ورسائل محلية ودولية غير محدودة ابتداء من 14 دينار شهريا. يمكنك اختيار ما يناسبك من الأجهزة التالية: سامسونج جالكسي نوت 3، جالكسي S5، LG G3، HTC One، سوني Xperia Z2 وآيفون 5S. تفضل بزيارة فرع زين الأقرب إليك أو فرع زين أونلاين. يا زين القايلة مع شركة زين. لأول مرة في تاريخه ألف مبروك لعيال نادي القادسية وهو القايل اليوم أصفر معاكم يا أحلى جمهور. سمدرة بتبدي القايلة وانت ليه ما طبختي؟ راح أقص هذورك واسويها معبوش. يلا منك أهو يلا. هنقول القايلة ونشوفوا الشايلة ونشوفوا الوايلة. هنقول القايلة ونشوفوا الوايلة ونسمعوا الشايلة. شي همك نهتم ومتدفقين ما نسكت راح نتكلم محتاجين من كل شي نتعلم ما صارت خلها مذكورة لازم تكون مصدورة كل شي ينفع لنبقى قايلة يما يما سلام واللي تعال ما الحايلة يو يو
اليوم مايك هزمت بالبيض اليوم. ايه حيا هلا حيا هلا اكسل هو ديس اسد داون ونسل وبنو كميشن كاتشاب اخ دفرو وكنو بيديو عشو اتس داين فو ذا جاي لشو اسمع مني برو اسمع ترى والله خوشو ما في هزم ورجم وساق حايلة الفريق اللي يلعب على ضيع ضيع الوقت واللي يلعب اللي يطيحني وطيح بسم الله مو قاعدين نهاجم بس الغاتية في الغاتية ضيفنا اليوم في القايلة الفنان النجم القدساوي عبد الرحمن العقل ألف مبروك لأصفرنا الفوز بكأس الاتحاد الآسيوي من برنامج القايلة عدل 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 مبروكين 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 شنو قول اسمع 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 هيا يا قادسية هيا هيا قادسية مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة وأسبوع جديد بدايته جميلة مع إنجاز الأصفر الآسيوي اللي اليوم تتزين فيه الكويت وأهل الكويت ألف مبروك للقلعة الصفراء. إذن الكل ملاحظ طبعا واللي يسمعنا على الهواء الآن في سيائير أو في عن طريق الابليكيشن البث المباشر ان ابو يوسف صوته رايح. هذا كان احتفال في فوز الاصفر امس يعني ادويته ما شاء الله صبقته الاستديو اي ريح ريح لكن اليوم يا وياي مستودع ادويه اليوم يا جماعه التتويج هذا والفرحه اكيد يعني يعني جمالها راح يكون في ضيفنا اللي ويانا موجود بالاستديو في البدايه في البدايه في البدايه سعفونو يا ابو خالد يا ابو خالد يا ابو خالد يا ابو خالد كل القلوب تعدي يا ابو خالد يا كل القلوب تعدي يا الفنان القدير عبد الرحمن العقل طبعا نتشرف فيك اليوم والمايك عندك اليوم ما احنا ما نتكلم انا مايك عندي ومايك يمك حبيبي الله يحفظك يا ابو خالد حبيبي الف مبروك للكويت كلها لكم لي لكل محبين الاصفر الملكي طول عمره متوج راسنا يعني طول عمره حاط لنا تاج على عندنا اصفر ملكي واصل الاستديو بعد موجود زميله غاده يوسف من تلفزيون الكويت اليوم موجوده ايضا معانا خلصت برنامجها الساعه 10 ويتنا اليوم 11 اسف لا احنا لان توقيتنا على فرنسا طال عمرك انا ساعات فرق بيني وبينهم فين ابو خالد على الوعد قلت والله ان اذا فاز القدسيه ثاني يوم انا عندك اليوم انا عندك عازم روحي بروحي كفو والله امون على هالبيت كفو والله بيتك ما يحتاج ابو خالد مشكور على الدله عزيز فاهم ابو خالد جاينا ويا دلته اي وتقهوينا قبل لا ندخل الهواء تشيل المساج رايق اي بغيت اصبغها اصبر بس بيجيه زينه هذه قهوه كيفان هذه كيفان هذه كيفان الاصليه كفو والله هذا ايديد العيوز على خوش خوش دله بعد يا عجيب مشكله ما سبيشل هذا ما تطلع الا بالامور الفرايحيه الاحتفالات الاحتفالات الزينه يا جماعه تقدرون ممس والله اي والله احنا بنفتح كله فرحانه بنفتح ابو خالد المجال لجميع المستمعين حفل اليوم اي نبي نسمع مشاركاتكم على الهواء 22419042 22419302 دق وشارك وبارك للقادسية وللكويت بفوزهم أمس في برنامج القايلة أنا عمر عثمان
وانا مايكل بلتاء و حملني عبد الرحمن العقر ونعم زين قسما بالله حملني ابو خالد نتكلم عن المباراه. انت ريال مع القادسيه اعصابك تقعد تحت ضغط كبير فامس الله يعينك يوم وصلت للبلنتيات مو بس امس انا من اول امس نفسي بس المود حيل والله مو شوي زي صار يعني امس عقب ما أنا صفر ما أجل انا شايف اربيل انا عارف مستواهم ماكو شيء بس الدفاع كان صخر دفاعهم ربعنا ما توفقوا طقوهم طقوا بدر طقوا خالد طقوا اسمه سعود سيف طقوا ما بقى احد ما طقوا يعني كسر ربعنا هابوا شوية فصار سد منيع بس الدفاعات لكن كفريق لقدام الله خير ماكو مو عادي يعني مو ذاك اللي يخرع ما يخرعون تعرفوا دشوا اخر ربع ساعة بالجيم الثاني بدوا شوي حسوا خلاص قالوا مرتدات قام شغال المرتدة فالحمد لله ربعنا قدها يعني تدري هم يبونه داخليا انا عندي احساس كان قوي الثالثه ثابته خلاص عاد خلصنا مرتين تبر مره بس انا لي عتب واحد على اختيار حبي وتقديري للاعبنا اللي هو الدفاع ايش يسمونه خالد القحطاني لا مو خالد اللي قسات بلنتي الثاني ضاري سعيد ضاري 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 نادر ما يشوت بلنتي يعني بعدين هذه لعبة حساسة تذكرني لما لعبتنا ويا سوريا لما أخوي محمد إبراهيم خلى الخطيب يشوت بلنتي شوت بلنتي على 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 سوريين ولا الثاني سوري يشوت بلنتي على سوري ما مستحيل نفسيته تعبت وفكر بأمور أخرى ضاري توه يعني مو توه غرة صغير يعني شاب صغير ما عنده كنترول على نفسه إنه يشوت بلنتي بس فعلا فدوة ما عليه ضاري الفنان يعني مو عادي لاعب قوي لما تحس انه ورا تحس بالامان ضارب لاعب بس بالبلنتيات ترى حاله نفسيه البلنتيات عالم ثاني ما متفكر شوف بدر لما حطوا كلوز عليه ايه وبشوت بلنتي انا قلت ايش فيه بدر ما امس بدر كان برا المود مو بدر اللي عرفه تدري الربع ساعه هدت حيلهم بس بالنهايه صار الانجاز وصار الفوز الحمد لله وخلاص خلي يلعبون وما احسن منا بس الحين ما نفكر باي شيء غير الاحتفال ابدا الحين ربعنا جزاهم الله خير ونسونا وسون كلها الكويت زين طبعا مثل ما قلنا لكم راح ناخذ مشاركاتكم على الهواء معنا في الاستديو ابو خالد الفنان القدير عبد الرحمن عقل وناخذ اول اتصال خالد قبل ما ناخذ هي قد سوية خالد هلا والله الصوت ارباك حق الام قد سوية كلها وين الصوت وي خلت حيلي الصوت الله متبي خلنا تبي الصوت يا مال العافية يا مال العافية ولا في دبي الحين وينك فيه لا رب العرس انا وصلت اليوم مسجل اخويا الحمد لله بالسلامة ان شاء الله الخلايفي شو مسوي انت سويت اكثر ما سويت شاكيرا بكاس العالم شاكيرا اخذت مرضية اليوم مرضية الفوز دوام الساعة 7 بالليل مرضية لأس الوطن اليوم مني من نفسي عساك مخدة عساك على القوة اذا معك مخدة بس سام اسمع لي اول شيء اوجه اسمع ايات التهانات تبن كاتل امه قد سوية سنتين ولكل اللاعبين وجهات الفني والاداري والشخور اللاعبين فندر الاداء اللي قدموا امس في الامانة كان بالامكان افضل من مكان ننهي المباراة بالاشواط الاصلية الشفاء وكنا ماسكين ومسيطرين لكن بدون فعالية تذكر صح لكن الحمد لله في النهاية سويتناها بعد سنتين السنة الثالثة خلاص ثابتة ما عزيمتها يا ابو خالد الحمد لله انا اقول يا حلم سنتني وانا داعبك بسكاف وسولف لك ما بين قلبي وعيني يا حلم وانا مشكلة لو تحققت والحمد لله امس الحمد لله كفو الله الله مبروك يا الخلايفي شوف الخلاص فدوة هالصوت لعيون القلعة الصفراء حبيبي الله يحفظك فيما الله مشكور شكرا لك روح نشرب زيت زيتون ويانا حسين الشمري حسين هلا بالحبيب عليكم عمر وابو يوسف والكبير العلم من اعلام الفن عبد الرحمن حبيبي تسلم ونبارك حق الامة القدساوية أول شيء أشكركم أنتم على تخصص الحلقة هذه اللي تكلمت بيوسف من أمس إحنا بالحلقة قد ساوية إيه استأنسنا بهذا الكاس يعني هذا ثالث نهائي والحمد لله رغم أن الأداء سيء
سيء جدا، ولكن الحمد لله بالنهايه هذا نهائي. العب انت وهدد 10 هجمات على جول وعطني هجمه واحده وافوز انا. صحيح الحمد لله وتم تحقيق المطلوب. اي والله هذا المطلوب. نعم لاعبين على قدر المسؤوليه. نعم قواهم الله ويكفي احسن لاعب. عندي احساس الخالدي راح يطلع سنتين والحمد لله واحده طلعوها وواحده الحمد لله من بعد الله سبحانه وتعالى. عيد الخالدي وقدم دانييل حسموا الامور. نعم الحمد لله. بس عندي نقطه ابو يوسف. تفضل. هذا الفوز اهداء حق كل عرباوي او كويتي شاذ عن الرابطه وعن الجمهور اللي كان يتمنى فوز اربيل وخساره الغاتسيه. هذا الفوز النهائي اللي خليناه انتوا يا العرباوية ماركت التاريخي لكم خروج من دور 16. نايف النعمة يقول مشكور. نايف النعمة يقول لك مشكور لان عرباوي. شيء ترى مو كل العرباوي يتمنون مثل ما تفضلت. اقول هذه الحالة شاذة ذيلي. لكن في ناس مخلصين اهل البلد العرباوية والكويتية. تدري كم واحد من الكويت مودي ناس على حسابهم عشان يشجعون القادسية؟ انا قلت حالة شاذة. حالة شاذة. نعم. حالة شاذة من الجماهير. نعم. واكبر ريل ان عادل عقلة اللي تقريبا كل الهواش بين القادسية العربي كان يتمنى فوز القادسية. نعم لا هذا الرجال اندونيسيا قاعد مع المدرب ومع عبد الله الحقاني شرح لهم التفاصيل وساعدنا وكل شيء وما قصر. مرزوق الغانم. مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة ما قصر. نعم بو خالد عادل عقلة ترى يعني من الداعمين للأندية في مشاركاتها الخارجية وبالعكس هذه تعكس ثقافة كبيرة. نعم هذا العشاء. قواك الله يا كابتن ومشكور. مشكور وايد ناس ولكن المفروض نسولف معك وايد. طبعا المنضمين حديثا على الهواء قاعد في ناس يسألون بو خالد في تويتر وانستغرام شنو موضوعكم اليوم ليش قاعد تباركون؟ في مخالف ناس يعني حقا مبارك ما لهم بالكرة. نقول إيه. ان اليوم الاصفر يهزم اربيل بالترجيحية في نهائي كأس الاتحاد الاسيوي والثالثة ثابتة. هذا طبعا القادسية كل كأس شايلينه واخيرا القادسية بطل كأس الاتحاد الاسيوي والثالثة ثابتة على اقدام لاعبيه في دبي بعد مباراة ماراثونية امتدت الى 120 دقيقة بلا اهداف. وفي الركلات الترجيحية فتح الحظ بابه للاصفر وفاز على اربيل العراقي 4-2 اليوم القائلة صفرة. ونبارك لعشاق القلعة أشونها في الإمارات. ها؟ أشونها في الإمارات. بس شو ليش؟ أجه قرب ربعيني كلهم يونا نقبل مع احترامي اللي طافتنا فرح. ما يخاف احنا مع جنود. يلا مش نسوي احنا مرابطين. خالد وين شفت المباراة؟ تلفزيون. اي صوب كنت قاعد؟ دوانية؟ لا بروح انا من دوانية. بينون الطافة وما تعمل الطافة من بخالي. المهم هي قد سوية. هي قد سوية. يا حور ردي علي. وليد سراب ترى سوية. من امه. بطير. وليد سراب معروف. ايه. ان شاء الله يدش على الهواء. سأل عنا العمرية. نادوه. يمشي كروت الجزيره وهذا مخبار يوسف. حوره ترد عليه تقول لك هي قد سوية. هي قادسيه. هي قادسيه. حور شلونك ابو حور؟ تمام خير مساكم الله بالخير. يا هلا. اول شيء نبارك حق الشعب القدساوي انزين وبارك حق الكويت كلها. احنا اليوم كلنا القادسيه معنا انا نصي عربي ونصي قادسيه ابوي وامي كل واحد فوق. من اهل الكويت تحبين الكره الكويتيه تنشال فوق. زين عفوا بقول لك شغله من القدساوي الوالد ولا الوالده؟ صراحة اهل الوالده القادسيه واهل الوالد العربي كلهم العائله كامله. يقولون انت رايح على الخواله بين صراحه هذا بس امس شنو النظام في التشجيع شلون كان عندكم بالبيت؟ لا صراحة كنا قاعد نشجع القادسية واهم شيء الكويت طبعا. نعم فوق كل شيء. نعم والله ودي ايسف بس ما اعرف. يا بيبي حور يا بيبي وذا يمج اورك دوس على الاورك. مشكورة حور ما قصرت. معانا يسلم عليكم وليد سراب. وليد سراب مخرج برنامج الكاسيت اللي يضبط المود مسرحي فنان هذا ممثل عجيب. انا بصراحه لما سمعت القادسيه وكذا يعني قلت لازم اي اشارك بهالمناسبه الجميله هذه. كفو القادسيه هو المنتخب والقادسيه بعد ما يحتاج قادسيه. كفو والله يا اخوي ايش اسوي يا ابو حمود يا ابو حمود يا ابو حمود يا ابو حمود. يعني بصراحه يعني انا اتشرف ان عبد الرحمن العقل الناس الاوائل اللي اشتغلت وياهم وطال سلاحف وما انعرفت الا من هالمسرحيه الفضل لله ثم حق. ليش ما عمر بالمسرح؟ ما يبي يسوي مغرور. يلا يسوي صار مغرور صار حلو الحاج. طبعا اخر سؤال قبل ما تمشي منو جيلك من اللاعبين منو تذكر؟ جيلي
جايبي والله يعني ما ادري والله انت وهقتني الحين بالكره وكذا وانا مالي بالكره وايد بس ثلاث ارباعهم تيسروا الله يرحمهم اي لا تكبرنا انت احرجته والله كملته شكر فيني اني صادني ما خلاني نايف النعمه من الرواد يعني اللي كنا ويانا كنا نشوت يعني صراحه بصراحه عشان يمعه جبال مدرسه رقيه جبال العمير الله وكلك كله فناقر والله كلها فناقر كلها حفاي وليد انت قبل يعني يمكن ما لحقتوا على ايام عزكم الله اللابتشين وكنت تلعبون الباكر جرب باته اي باته ذكرياتك بالعمريه ولد لا ولد داخل مشقوق والصبع طالع ايش قال لك مخلود قال لك من الشوت والله صادني صيد اليد مايك زين تضحك لا رحنا رسمي وليد تدري من امس من اللعب ايش ما ادري منو والله بيني وبينك قاعد ادور قناه انا مو مشترك المشكله مو مشترك قاعد اسحق نيوم قلت له ها تكفى قول لي كم نتيجه قلت له شنو مو منقوله يقول لي انسى الموضوع في برامج وليد تبين على طول مباراه اي نتيجه برامج والله قال لي اكتب حتى مو نفيدك نايف مو نفيدك نايف المفروض يعني الراوتر مال الجزء ما يا جماعه ترى العزيم انا علمه اللي قاعد يصير الحين اقوم النهائي تدري شنو وليد سراب على الهواء اخر سؤال شنو موضوع الاتاري قلنا ترينا الاتاري والله جبتها الجمعه اللي فاتت بس حسين الشاي الله يهداه ما شغلها ما عنده هذا الاتش دي ام اي لان الاتاري ما في اتش دي ام اي فيها الوصلات العادي الوايرات الصفر من اذاعه الضد الله يهداه تشترون اجهزه من سوق الجمعه يعني بدون واير انت عيل الجمعه اللي طافت شايف نيوف سيارات سباق هذيل الثنتين جايب سيارات سباق وجايب اونو طحنا له اونو سباق يقول لك سباق السباق مجموعتي انا استانست والله جيت هني بس علشان فوز القادسيه وعبد الرحمن العقد امانه يعني ما يحتاج بعد عشره عمر مكانك يا وليد ابو حمود وليد سراب عنده برنامج يومي اسمه ساعه كست ساعتين من 8 ل 9 يومي ما عدا يمعة وسبت مع حمد حط اغانينا لمد الاطفال وليد هي موجودين حطهم بالكاسيت مالك سندباد البحري شاطر حسن شاطر حسن وساط السحري سمو مشيري نعم موجودين اليوم يا ابو خلود دامنا موجود اسمعهم اليوم اليوم دامنا موجود يلا ويا بعض قبل الختام هي القادس هي 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 القادس يلا اليوم هي القادس يلا مشبه هي القادس هي لأول مرة في تاريخه ألف مبروك لعيال نادي القادسية وهو القايل اليوم أصفر معاكم يا أحلى جمهور بدعت والله يا بطل بكيت يا الاصفر عيون الكاس ما له الا انت خليتهم فيه يحلمون بدعت والله يا بطل بكيت يا الاصفر عيون الكاس ما له الا انت خليتهم فيه يحلمون استادوا منك نستفيد يا الاصفر الله استادوا منك نستفيد حديد يا الأصفر حديد يا الأصفر حديد يا الأصفر حديد يا
القايلة أول مؤسسة إعلامية إذاعية تحتفل بفوز بني قادس بكأس الاتحاد الآسيوي أمس. لفترة محدودة فقط احصل على جهازين مجانا مع انترنت 4G LTE سعة 300 جيجا بايت ب 19 دينار شهريا من زين. اختر جهاز ايباد او سوني PS4 مجانا بالاضافة الى جهاز هوت سبوت او راوتر مجانا. الف مبروك لاصفرنا الفوز بكاس الاتحاد الاسيوي من برنامج الجاي. طافك عرض سيارات الترك شي ينن عادي في شي اكثر منه ولا عرض المونستر كارز سيارات عملاقة تدوس فوق السيايير شنو يعني في شي اكثر منه وش اللي اكثر منه روح معارض شفرلي الغانم وشوف اسعارهم صد شي ينن تصدق ان الماليبو صارت ب 5222 دينار يح ولا ترافرز ب 7888 دينار معقولة وغيرها عروض جنون الاسعار من شفرلي اقوى عروض السنة من شفرلي الغانم سارعوا الان الى اقرب معرض اليكم لأول مرة في تاريخه ألف مبروك لعيال نادي القادسية وهو القايل اليوم أصفر معاكم في أحلى جمهور رجعنا معاكم في القايلة والقايلة اليوم قدساوية وهذا الهاشتاج اللي أطلقناه للتو أنا وزميلي عمر العثمان بوجود ضيفنا الفنان القدير عبد الرحمن العقل أبو خالد القدساوي اللي اليوم على الوعد وقال إذا اثبتت الثالثة ويابو الكاس أنا بجيب دلتي ويكم ويا الوعد يا بالدلة أنا ودلتي يايكم أنا والكاس يايكم إن شاء الله الله أبو خالد سم سم الله عدوك عندنا مهند علي من واشنطن داق وي فديت وبامانه واشنطن مهند هلا سمي هلا 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 مهند مساك الله بالخير مساك الله بالنور العافية صباح الخير عندكم مساك الله بالخير اي صبحك الله بالخير مو مشكلة يعني المهم انت بخير وسلامة هذا اهم شيء بالنسبة لنا ولد الديرة اسمع صوت فناننا والله على راسي حبيبي هذاك الفنان عبد الرحمن العقل ضيفنا وانا اخوك مايكل بلتع واخونا عمر العثمان ايضا معنا على الهواء باحتفالا بفوز نادي القادسيه بكاس الاتحاد الاسيوي للمره الاولى في تاريخه ان شاء الله الف مبروك وعلى طول ان شاء الله الله يحفظك الله يحفظك الله يبارك فيك وشنو حاب تقول للامه القدساويه والله انا من كل قلبي بهنيكم يا سمي الله يخليك الله يحفظك والقادسيه طبعا معروف نادي قمه نعم ان شاء الله على طول الانجازات للكويت كده. امين يا امين مشكور آمين. مشكور سلم لي على امريكا الله يسلمك حبيبي مشكور حبيبي سلم على كل الطلبه الموجودين هناك ان شاء الله شكرا لك مهند شكرا شكرا واحد داز لي يقول لي قول احب القادسيه اموت فيها يقول لي انا احب القادسيه يقول على احب القادسيه طبعا احب القادسيه انا ربيت بالنادي لعبت بالنادي ما احب القادسيه نعم بدر المخيال يقول انا عرباوي واحب القادسيه الف مبروك لنادي القادسيه ايضا محمد الحصان يقول انا عرباوي واحب القادسيه نايف النعمة ما قال معدنا عرباوي بس قاعد يقول ما قال يقول والله منزل لهم فيديوهات على الانستغرام عصب علينا ابو خالد عندك احد في البيت عاق رياضيا طرده القمعة انت من صدق كلهم شوف انت تدري وتعرف عيالي تعرف اللي يحبون مانشستر ليفربول ميانين دوري الانجليزي لا ما يفيدهم بصوب هذا بصوب ايه؟ وانا معاهم احب تشيلسي يعني قلت مو تشيلسي لو تشيلسي مو ينغرم غاتي عندي داغاتها داغل قدساوي بس حتقول لي اوف بخالد بسألك والله بالعشر سنوات انا ما يعني بالعشر سنوات اللي طافت كم مباراة طافتك هني بالكويت؟ اذا سافرت يمكن مباراتين مباراتين يعني بخالد ما شاء الله ايه غبار رطوبة حر موت يوسف انت ذاك اليوم كنت انا معي ثلاثة مخلصين بعد قاعدين معي الكنديري احمد الكندري محمد الكنديري ونعم بحالك قاعدين والمطر يهطل علينا العالم كلها انحاشت كنت من صدق ما اخاف اني الف ظهري يصير شيء انا قاعد والله العظيم اكثر من مرة مرة حاشتني رقعة قلبي كذي من قهر ضيقة الخلق حسيت اني كلش دخت ما قمت قعدت خوفي اقول ما انا تعبان ياخذوني الطبيب
بس قاعد عشان اشوف المباراة. الحمد لله شربت مويها وطخيت. ابو خالد ما صدق عندك تصوير مثلا او عمل التصوير و... التصوير صعب شوي ان انا اهدي التصوير لان لوكيشن ايه؟ لكن مسرح اقدر اخر شوي جدا من الساعة ساعة. بس استضفت مباراة قوية وانت عندك تصوير. بعد ساعة التصوير سوى نفسي مريض. بس انت يعني بس يدرون كلهم يدرون. لا لا يدرون القادسية خلاص. انت اوف انام في هذا ادارة الانتاج. عموما مثل ما مساع يعني تكلم ما يدرون مثل ما تكلم احد الجماهير وقال نعم. يعني خير مثال الكابتن عادل عقلة مدير الكرة في نادي الكويت اليوم يعني ابو خالد راعي يعني بسرعة يلبي النداء وهو ويانا على الهواء الكويتاوي على قولتهم القح ومدير الكرة في نادي الكويت الكابتن عادل عقلة ابو خالد مساك الله بالخير. يا أهلا أبو يوسف أمسي عليك وعلى الأخوان المستمعين وعلى أخوي عمر وأخوي العزيز الغالي أبو خالد أستاذ عبد الرحمن. يا مرحبا طبعا وأنا ما أقدر أبارك لأبو خالد بالعكس أنا أبارك لنفسي الخاصية يعني مثلنا خارجيا داخل الكويت نتنافس تصير أمور كثيرة بيننا أكيد أصيل أصيل يا أبو خالد. خارج الكويت هذا علم علم بلدنا يعني إحنا شو نقول الرياضيين إحنا ما إحنا مثلاً ما نقدر ندش مجال حرب ندافع مثلاً عن الكويت إحنا مجالنا الرياضي نعم. هو المجال الرياضي اللي خلينا ندافع عن الكويت نرفع علم الكويت كل إنسان مجاله الأستاذ عبد الرحمن عنده مجال أبدع فيه من يعني من الصفر لأجل تمثيل الكويت لما يروح برا مسرحيات لما يروح أي مكان برا حتى لو سياحة يقول هذا فنان الكويتي رحمن العقل فنفس الشيء احنا يقول والله فاز نادي القادسية الكويتي الان حتى التصنيف الكويت راح يرتفع يعني هذا الشيء اللي فرحنا الشيء اللي مونسنا داخل الكويت هذا شيء طبيعي حق مشروع يا ابو يوسف لنا الله نافس نسوي كل شيء لاجل انك تاخذ بطوله لان بالنهايه بين 14 او 15 نادي الان عندك فريق واحد بيفوز فكل انسان يتمنى هالفريق فريقه صح لكن خارج الكويت لا الناس ما شجعنا العربي في نهاية البطولة في نهاية البطولة العربية شجعنا الجهرة شجعنا السالمية والنصر في الخليج الآن من حق القادسية علينا ومن حق الكويت مو القادسية أن نشجع هذا الفريق اللي بكل أمانة استحق البطولة وخلينا نكون منصفين أكثر هالمجموعة هذه لابد تأخذ بطولة خارجية نعم. مجموعة مميزة صار لها سنوات كثيرة توصل النهائي الله سبحانه وتعالى كرمهم بهذه البطولة اللي يعني بكل أمانة أتمنى أنه خلاص اتمنى ان البطوله تكون اخر بطوله للقاصيه والكويت ما نبيها تطلع من نادينا وناديكم والانديه الثانيه اسيا كلها عندنا ان شاء الله باذن الله لكن ان شاء الله انا اقصد ان ابو خالد ان خلاص ايه؟ ان نكيل هالبطوله نشارك في دوري ابطال اسيا امين يعني آمين. اللي احنا نستحق بكل امانه فنيا نستحق اما امور ظروف بلد هذا شيء مو بيدنا صحيح يعني تعال طبق ما تعال طبق هذا الشيء ما هو بيدنا بالقاصيه والكويت لكن اللي بيدنا احنا مستوانا الفني اعلى من بعض الفرق نعم يعني كبير بمداخلتك ويمكن أسكت أفواه كثيرة تكلم عن عادل عقلة اللي يكره نادي القادسية اليوم مثل هذا الكلام نتشرف أن احنا نسمعه في برنامج القايلة وشكرا على هذه المداخلة يا أبو خالد أعتقد هذه المكالمة راح ترفع يوتيوب خاصم انزين شلون القدساوي اللي عندكم الحين الكابتن محمد إبراهيم لا محمد ابراهيم من امس سولف انا على المباراه شوف يوسف ونواف هو جزء كبير من هذا الانجاز نعم. ليس لانه والله مثلا هو اللي وصلهم لدور الثمانيه لا هو محمد ابراهيم يعني الفريق هذا فريقه بناه من الصفر رباهم وربوا وياهم يعني كل هدول لكن انا عندي بعد يعني عندي اتمنى من اداره نادي القادسيه هذا الرجاء أنا ما ينسون مساعد ندى ولا نواف المطيري ولا أحمد عجب اللاعبين يعني ولا حسين فاضل آخرين حسين فاضل وحتى محمد راشد اللاعبين اللي كانوا عندهم أتمنى كلهم موجودين بالتكريم لأن بالنهاية ويوسف هم جزء من هذا الإنجاز يعني هم جيل واحد نعم يعني أتمنى هذه أمنية وإن شاء الله أنهم هم يعني عارفين هالأمور وما يقصرون بهالأمور نعم دواك الله مدير الكرة في نادي الكويت عادل عقلة شكرا على هذا الاتصال الجميل شكرا لك الله يحفظك يا أبو خالد مشكور على اتصالك
خالد عزيزين. يا هلا يا هلا حياك الله. شفت يعني مثل هذه يا اخي هذا وقت الصج يبينون اهل الكويت. اي يعني شيء جميل صراحه هذه المداخله. انت لو تشوفهم هناك في النادي في الامارات عرباويه لابسين اصفر. صحيح كويتاوي لابسين اصفر. قبل شوي قاعد اقول لك انا يعني حتى رئيس مجلس الامه عسى الله يخليه مرزوق الغانم ما خلى احد ما وداه، الجماعه ما وداهم، الاتحاد ودوا، النادي القادسيه ودوا، اكو ناس راحت على حسابها. هذا ايش يدل عليه؟ يدل على الاخلاص، على حبهم لديرتهم والكويت. صحيح. قالوا صحيح. ما نرجع الا فيه، فعلا انا ولدي عنده ظرف صعب شوي الحمد لله، لان الحمد لله لقوا صاحبه اللي هو العويش، ايه لان صديقه بروح بروح الحمد لله، كان نفسيته وايد تعبانه. نعم. فوق هذا اول ما حس انه هو لقوه نفسيته ارتاحت. وسافر الحين نفس اليوم سافر امس نفس اليوم سافر اللي قال من اول مساعد الحمد لله رب العالمين. امس ايضا على طاري لاعبين نادي القادسيه والجيل الواحد قدم مساعد ندى لاعب فريق العروبة السعودي التهنئه لزملاء السابقين واصدقائه في نادي القادسيه الكويتي بعد الحصول على هذه البطوله. ويقول مساعد وغرد كتب بحسابه الشخصي في تويتر: ألف مبروك للأمة القدساوية تحقيق كأس الاتحاد الآسيوي، لكم الحق والافتخار بهذا الجيل وتسميته جيل الجيل الذهبي للقدسية، شكرا يا رجال. وحياك الله يا أبو خالد في برنامج القايلة باكر. وش ون عربي عربي؟ شو رأيك بآخر التغريدة؟ عجيب شو يقول؟ يقول حياك الله يا أبو خالد في برنامج القايلة باكر. باكر بعد؟ عنك أنت يعني عن أمس قال حياك الله باكر اليوم. عنك أنت اللي صار يا متأخر. ويانا طبعا ناخذ اتصالاتكم ويانا على الهوا 2241930422 2241930. بارك بحضور ابو خالد الفنان القدير عبد الرحمن العقل، يعني ثنتين بوحده ويانا على الهوا. ابو عبد الله هلا يا ابوي، شلونك انت يا ابوي؟ هلا بالحبيب. انا بارك لاخوي عبد الرحمن العقل. حبيبي تسلم لي. يعني كان عبد الله زميل ولو ذكر راح يعرفني، بس بعدين راح اذكر منو انا. مبارك. اول شيء انا عرباوي للنخاع. نعم. بس اليوم ارفع العقال من كل قلبي حق كل غساوي، ومو بس كل غساوي، كل الكويتي. الله يحفظك. تسلم والله العظيم حبيبي. هذه الروح الرياضيه الجميله. مبروك مبروك، الف مبروك. الكاستر مو غساوي بروحه. نعم. حق الكويتيين كلهم. صحيح. الرفع عالم الكويت في محفل آسيوي. واللي داخل واللي كلهم. أقول من كل قلبي مبروك يا كويت. مشكور مشكور. الله يحفظك. شكرا لك. شكرا لك حبيبي يا أبو عبيد. مرحبا حبيبي. شكرا. يا هلا. لأول مرة في تاريخه ألف مبروك لعيال نادي القادسية وهو القايلة اليوم أصفر معاكم يا أحلى جمهور. هذا القدساوي غالي. ابيانا نكمل اتصالاتكم على الهواء. خالد ويانا، مساك الله بخير. مساك الله بالنور. هلا تفضل. معاك متعصب عرباوي او لاعب سابق بنادي العربي. اقول لحظه خالد، انا اسلمك ابو خالد الفنان القدير عبد الرحمن عقل، انت يا اخوي حق اتصال ترى يحبوني عرباوي ربعي. يلا جمهورهم انا وياهم ربعي. وايد وايد تمدح المسرحيه. بالقادسية عادي عادي. لا احنا كذي، انت غشمة بحر كشة كذي عشان يشيش الجمهور بس اللي يلعب وياهم. وخالد حبيبي، وخالد بقول لك شيء. عامرني انا كنت عرباوي، بس هذا الشيء يعني يرفع روسنا طبعا اكيد. الخليج كله ابو كل دول الخليج. ليش نسيتوا وقفتوا وياكم لما كنتوا تلعبون في نهاية على الكاس؟ كنت انا في المنصة ولابس حاط على راسي ما تمسي ابو خالد العرباوية. ما تمسي لا مهما كان هذا عادي. وخالد نعم. ما ينسى على وقفاتهم انت ذيب. حبيبي تسلم تسلم. نعم بس اقول لك يعني نادي القادسيه صدق على التنافس هني بالدوري المحلي وفيها شد اعصاب وهذا، لكن من شيء مثلنا برا لا شيء ثاني. كفو 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 نوقف مع بعض. اكيد اكيد. مشكور مشكور يا خالد اتصالك. شكرا لك. شكرا. ناخذ مشاركه من ابو خالد بتويتر. فاروق العوض يقول: نجمة جديدة في سماء الإنجازات، كأس الاتحاد الآسيوي 1، 2 كأس الخليج، 16 دوري، 15 كأس أمير، 8 ولي عهد، 4 سوبر، 4 اتحاد، 2 إخرافي، 1 دوري الرديف. حط لك اللستة في مكان واحد. مشكور فاروق العوضي. بس يكفي ان الغاسي عمر ما طاح درجة ثانية. هذه بالنسبة لنا هذه كان. إذا نكمل احتفالاتنا وياكم على الهواء. ويانا اتصال. ألو ألو. السلام.
هلا والله هلا فيك سلوى. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. مبروكين. مبروكين انت. ابو حب خالد مبروك يا ابو خالد. لانه مو بس القادسيه اللي ماخذه الكاس، الكويت كلها هي اللي ماخذه الكاس، وانا عباويه وابارك لكم. ومو بس هني اذا بالدوري لا اشجع نادي العربي. تستاهلين. هذا حق، هذا حق. طول عمرك ان شاء الله. حق حق. خارجيا ومع ارتيل العراقي اكيد قادسية من غير ما تستحق اصلا. كفو. من غير ما تقول. كفو. لانه كافي علم ديرتي حبيبتي الكويت. على صدورهم حاطين، على صدورهم. نعم على راسي. مشكوره. اي والله ومبروكين والف مبروك. الله يبارك ان شاء الله الدوري حق العربي هالسنه اللي حق. انا راح بس ما ادري عاد مين بعد اسبوعين قولي لي. مشكوره سلوى، مشكوره. ما تقدر تقول مخالف. تدري شنو الموضوع؟ تدري شنو الحلو الحين؟ كم عرباوي اتصل فينا؟ اي اغلبهم الحين اكثر شيء عباويه. شوف شلون هذا يدل على انه شنو، ولا ما يعني كان يدل على محبتهم للكويت. اكيد 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 ما في اختلاف على هذا الموضوع. نكمل وياكم ويانا محمد الخطيب. قوه. الله بالخير. يا هلا. الله بالنور. امسي عليكم وعلى الكتل الكبير الفنان الفنان الكويت حبيبي الحبيب عبد الرحمن العقل ابو خالد. تسلم يا الغالي عبد الرحمن العقل. يستاهل تقول له الزعيم الملكي بروعه. انا كويتاوي ومن عيال الكويت، مواليد الكويت. انا اردني اولا. نعم. ومن فيك ومنك الله يخليك. ودائما دائما انا احب ابو خالد بالمنصه بالنادي، وهو يناشب ويصارخ وهذا، وهذا من حب اكيد السنين الصفراء للنادي القادسيه. نعم نعم. ابارك للجمهور القدساوي، ابارك للقلعه الصفراء، ابارك للكويت كلها. وفوز الكويت وفوز القادسيه هذا انجاز، وان شاء الله يا رب انجازات جديده للكره الكويتيه. ادعونا في الخليج، ادعونا في ان شاء الله دوري الخليج ان شاء الله. دوري الخليج ان شاء الله. وان شاء الله انا متفائل هم بكاس اسيا الكويت والاردن ان شاء الله بالنهائي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. حياك الله يا اخوي. ليش مشكور. مشكور محمد. شكرا لك. شكرا لك. وايد ناس محمد اسفين يا اخي. مثل هذه المشاعر والناس من كل مختلف الجنسيات، مواطنين ولا مقيمين، قاعدين يشاركون ويانا شيء جميل. تحس ودهم بفرحه ونادي القادسيه امس فرحهم. الديره يدها طويله حق الخير لكل الناس. ما قصر. صحيح. ما حد ينسى فضلها. 2241930 و 2241902. وبرانا الدكتور محسن العنزي. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالنور. ورضى اخوي مايك انت وضيوفك، اخوي عبد الرحمن العقل الغتساوي المعتق اللي دائما نعيش حاله مباراه وياه، خاصه في المنصه حبيبي. اذا كان غاتسيه تحت ضغط خساره او لا سمح الله تعادل او للحين ما قولوا، وتعال شوف عبد الرحمن العقل شو يسوي بالمنصه. لا بس والله ما جرح، ما الحمد لله بحياتي. لا بالعكس انت من الزمن الجميل اللي ما تجرح. دكتور محسن العنزي كان حارس نادي القادسية السابق. عرفنا ابو براك حبيبي عزيز. اسلم ابو براك. انا طبعا ابارك للامه الغتساويه خاصه واخواننا جميعا في دوله الكويت، من مواطنين من حكومه، نرفع هذا الانجاز الى مقام حضره صاحب السمو امير البلاد ولي عهد الأمين على هالإنجاز الطيب. ودائما الغتساوية دائما بالصدارة. نبارك للجمهور الغتساوي وألف ألف مبروك. السالفة فعلا كانت ثابتة، أثبت فريقنا الغتسية أنه صاحب نفس طويل في البطولات. ألف مبروك، وإن شاء الله أنه يكون على قدر من التكريم من الأخوان المسؤولين في دولة الكويت، من أميرها، من حكومتها، من رجالها، من رجال نادي القادسية اللي تعودنا على تكريم لاعبينها. دكتور محسن نبي تكريم من الهيئة لهم. تكفى والله إن شاء الله. أول شوف في 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 نص صريح في الهيئة عند إحراز أي بطولة إقليمية هناك مكافأة ترصد بقيمة معينة حسب نوع البطولة هذه وإنجازها. تكفى. إيه والله يستاهلون ليش قدام بعدين أغلبهم عندكم معاكم في المنتخب يعني. أكيد أكيد طبعا إحنا ما راح نولي جهد على قولتهم لا من رئيس الاتحاد ولا من أخوان أعضاء بالاتحاد. أكيد أكيد. إن نعطي فريق الغاتسية حقه في التكريم وحقه في الاستقبال. كفو. وجميع الأمور اللي تخدم مصلحة الأندية الكويتية إحنا وياها قلبا وغالبا. نعم. إن كان القادسية أو الكويت أو العربي هذيلا كلهم موادينا ويستاهلون. نعم. إن نخدمهم بعيوننا. دكتور محسن العنزي شكرا لك على مداخلتك معنا في برنامج القائلة. شكرا لك. هلا أخوي مايك. يا هلا. أيضا اليوم إحنا يعني
نقول للناس اللي حابين يستقبلون الابطال لاعبين نادي القادسيه راح يوصلون ان شاء الله الساعه 7 في مطار الكويت المغرب ان شاء الله. ان شاء الله اليوم راح يوصلون الساعه 7 ان شاء الله في المطار. كل الدنيا طالعه كل الدنيا طالعه ان شاء الله. ان شاء الله يوصلهم بالسلامه. سلامة يا رب ان شاء الله. اذا هذه دعوه طياره فيها وليدي. لا فايصل والله دكتور فايصل الله يحفظه ان شاء الله. الدكتور يستقبل قدسيه مره واحده. ناخذ اتصالاتنا نكمل اتصالاتكم ويانا على الهواء ويانا منار. منار السلام عليكم. سلام. انا حبيت ابارك حق القدسيه الزعيم الملكي واقول حق الفنان عبد الرحمن عقل اتفائل لما اشوفه مباراه القدسيه. قاعد يسوي علامه الاوكي ابو خالد يوم قلت الزعيم الملكي. استانس استانس. زعما ما تاخذ الملوك. كفو يا منار مشكور. منار من متى تشجعين هذه القادسية؟ يمكن من نعمة اضافي وانا صغيره. زين وشلون شجعتي النادي؟ البيت من انجازات استاذ. يعني الوالد الوالده اخوانك اخواني وعمامي وكلهم كلهم معنا. انا خوالي عرباويين ومتعصبين بعد. الخميس ثالث يوم القدسية والعربي. يلا عسل. حبيت ابارك حق محمد ابراهيم لانه يستاهل المباركه. نعم شكرا لك يا منار. مشكوره مشكوره منار. شكرا. 2241903 و 2241902 هذه هي ارقامنا في برنامج القايله. ايضا عندنا زميل محمد بقريس يسلم عليكم بيوسف يقول سلامي لكم. اليوم عندنا نقل خاص لوصول الفريق من المطار على كويت سبورت. ان شاء الله ان شاء الله. اي شكرا يا ابو يوسف. شكرا. يا ريت تعطينا الوقت متى الوقت هم راح يصلون ان شاء الله الساعه 7. نعم. عاد ما ادري انتم متى برنامجكم. الهاشتاج شلونه؟ الهاشتاج ابو عزوز يقول الف الف مبروك حق الامه القدساويه وما هي غريبه عليهم هالفوز. اثبتوا انهم قدها. مس بيرفكت تقول الله فخورين اليوم بني قادس فدوه ابكي فرحا ها ها ها. ما ادري انقل حرفيا كيفك. انا امانه حتى يعني في 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 بعض الـ الـ يعني الشخصيات في تويتر والانستغرام يا ريت يعني يبتعدون عن موضوع الحط من قدر هذا الانجاز. وبالنهايه هي بطوله اقليميه وبطوله بلنتيات تكتيك خاص مو يعني خليك اوصل الفكره. أيوة. ان هذه يعني في بعض الاشخاص للاسف ينتقصون من قدر هذه البطوله وهي مصنفه في الاتحاد الاسيوي والفيفا يعني بطوله. لكن احنا عندنا ظروف معينه خمالنا منعنا من المشاركه بالضبط. فلازم يعني حياك الله حياك الله حياك الله. مشكور مشكور عزيزي. تحياتي يا هلا. حياك الله لك. حياك الله. يا تاج فوق الراس قلت وفيت بالوعد فرح كل الناس الملك يسمونك لون الذهب لونك الله الله ملك يسمونك لون الذهب لونك قدساوي قدساوي تستاهل انت الكاس الله الله. نرجع معكم واحتفالا مع جماهير الأصفر نادي القادسية وأمة بني قادس نحتفل بمناسبة حصولهم بالأمس على كأس الاتحاد الآسيوي. معنا الفنان إسماعيل الراشد. أبو خالد مساك الله بخير. مساك الله بخير أبو يوسف حبيبي. وهي هي القادسية يا أبو خالد. كفو 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 يا أبو خلود. حبيبي يعطيك العافية أبو يوسف. تحياتي لك وحق أخوي عمر ومبارك حق الجماهير القادسية وجمهور نادي الكويت كله وجمهور الكويت. حبيبي يعطيكم العافية. وانت دخلت معي ودهن شلون جمهور نادي القادسية طلعت نادي الكويت بعيد ما اعلم خربتوا غدايا عساك الف طايح لموش انا وخربت الغداء العافية. عيش وصدشم عيش وصدشم قواك الله. شلونك سيد اسماعيل عساك طيب حبيبي. لا تلومني ترى ابو يوسف من الفرحة والله ما تلام. الف مبروك الف مبروك تستاهلون. وينك عن الملعب من زمان ما كنت ما قمتي حبيبي حبيبي. لا عيش همي من زمان من امس عايشتني النفضة عشان شي يعني لا تلوموني اذا قمتي ان شاء الله حبيبي. مشكور مشكور على احتفالك اتصالك ويانا ابو خالد ما قصرت ايضا حبيبي الله يحفظك. شكرا لك يا ابو خالد. شكرا لك طول عمرك حبيبي ايضا. مشكور مشكور يا هلا الله يبارك فيك يا هلا. الف الف مبروك لبني قادس والقادم افضل ان شاء الله. كذلك ابارك لحبيبي الممثل عبد الرحمن العقل هذا المسج قول له من عمي ابو مشعل. عمي ابو مشعل عمك
انت؟ ايه يسلم عليك يقول مشكور يا عمه يعطيك العافيه احسن عم في الدنيا قد تساوي اوه شافدي اوه قد تساوي اوه من صدق من واو ها من السبعينات وكان مدرج قلت لك احنا عند عروقنا بالماء هنا زين اخذ اتصال عمر ويانا الزميل استاذ نواف الحلاوه مرحبا مساك الله بخير مساك الله مثله مساكم ملكي مساك ملكي هلا بالحبيب هلا والله معك الفنان القدير ابو خالد الاستاذ عبد الرحمن العقل واحتفالا اليوم منا راح اخلي اتصال عنده مو عندي يعطيكم الف عافيه فيك حبيبي وحي ابونا حبيبي عزيز الاستاذ ابو خالد طبعا احنا تربينا على مسرحياتك من ايام شرف حبيبي شرف حبيبي يا سلام ألف مبروك حق دولة الكويت كلها اي والله انك صدقت قبل لا اقول مبروك الغساوية كفو والله صح كلامك وطبعا ما ادري ما شي اقول لكم فرحة ملكية من الصوبين عندي انا نعم واللي عمرك 5-0 وراها الغساوية ياخذ ان شاء الله الكاس ويعطيكم العافية نعم الله يعافيك مشكور ما قصرت حبيبي الله يحفظك تسلم الله يسلمك الشكر الله يحفظك يا اخوي الله يسلمك ما قصرت طبعا ناخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم ويانا على الهواء على 22-419-304 22-419-302 ويانا ام محمد يا هلا مرحبا هلا فيك الف مبروك كفو هي القادسية هي القادسية نورت الكويت والحمد لله ما خاب ظناكم الحمد لله والثابتة ان شاء الله والرابعة ان شاء الله موجود عبد الرحمن العقل ان شاء الله ابو خالد نعم ان شاء الله خالد يستاهل ان شاء الله شكرا مبارك مسعيد منورة منورة الكويت بالنوير الاصفر يباب ثانية ألف مبروك مشكورة لعبة وللاعبين ماني ناسية ولا واحد منهم ان شاء الله مشكورة حياك الله مع السلامة ما قصرت السلامة هلا هذا أول يباب يوصلنا على الهواء أبو خالد أحلى يباب معنا صباح الشمري أبو يوسف يا هلا ومرحبا مبروك يا أبو يوسف مبروك الله يبارك فيك مبروك العود يا أبو خالد حبيبي سلم عمرك عود الجاء طال عمرك هذول بني غادس نعم هذه فرحة وإن شاء الله بتكرر أشياء كثيرة إن شاء الله بهالديرة أبو يوسف منو زعيم الكرة الكويتية بدينا والبابس والله توكل يا نصر على الله هي القادسية هي القادسية عشان نضيعك هي والله العظيم انا من اسطر حقي حبيبي والله العظيم امس انا الوطن في يوم الشيخ هذه بطولة يوسف لا تستحقون منها كنا من زمان ناطرينها والله نعم بدران يا ابو يوسف والله ما نسيناها يا بكر الثاني هذا بدران هذا يعتبر رمز من رموز الغاسية بعد جهاتهم وفيصل نعم يستاهل بدران ما قصر الكرة الكويتية الحمد لله رب العالمين فرحت لان شفت بدري يوم يضحك احس ان الغاسية كلها فرحت الكويت كلها فرحت فرحت بدران هذا يا جماعة والله مو سويت مثال الكويت يستاهل يا جماعة مشكور قبل شوي وجد كلمة والله يا ابو يوسف دموع على عيني وانا هيك امك يمكن اقول لك دموع على عيني الله هذه دموع الفرح يا الشبر دموعك غالية الغاسية شيء صعب بالنسبة لنا يا ابو يوسف الغاسية والله وطن حب الغاسية شيء كبير يا ابو يوسف حبيبي الله يا اخي والله بكلامتك لامست قلبي والله الله يحفظك قلت نلعب رقصه يا يوسف جبت كم غاسيه يوسف هذا كله يوقف هذا غاسيه هذا تاريخ هذا وطن هذا قلعه هذا شو تقول عنه هذا جاب جاسم وفيصل وعبيد ومؤيد وجاب بدر المطوع هذا التاريخ يا اخوي صالح الشيخ اثنين هذه بطوله من يجيبها لاعب واحد جاب اثنين هذه بطوله شو تقول على غاسيه يا يوسف شو تقول والله العظيم مهما تتكلم ما راح يقولك شعب انا اقول لك اموت في خلاصك انا اموت في خلاصك ما عاش كلام تقول والله يا ابو يوسف صباح الشمري بقول لك شغله بس شق حلجك اضحك اكيد القادسية سعادة ابو يوسف امس كتبت تغريده القادسية يبتشينا بالفرح والخسارة الغاسية حتى فاز خذنا نمشي عشانه الله الغاسية والله يا يوسف مهما تسوي له احنا مقصرين بحقه الله 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 يا وفائك
الله يا وفائك. اموت في خلاص والله كوي. العظيم ابوس يا ما يفرحونا يا ما انا 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 عبيد كذا مره اكتب عبيد يا مدرسه بدر نروح وراه وين ما يبي هذا بدران والله يا جماعه حرام والله العظيم تمثال ابو يوسف وشغله احنا ما نشكر لقمع الغاتسيه نشكر بنواف الجنرال هذا الجنرال الكبير محمد ابراهيم نشكره هو من اسس هذا الفريق هو من تعب على هذا الفريق نشكر حسين فاضل نشكر مساعد ندى نشكر نواف مطيري محمد راشد احمد عجب صح. جميع مشكور مشكور يا عزيزي والله ودي اعطيك الهوى ليه والله انت تاج الراس يا موسى ابو خالد كلكم مبروكين وفرح نقول هي هي القادسيه هي هي القادسيه هي هي القادسيه حياك الله حبيبي حياك الله مشكور مشكور يا شباب ايضا ينضم معانا الان تكلمنا عن واحد هذا انخلق وقلبه اصفر انخلق ودمه اصفر اتكلم عن مشجع ايضا مخلص ووفي لناديه وللصرح الكبير اللي ينتمي له طبعا انا اقدم لكم اخوي وحبيبي محمد البابطين اشهر من نار على علم بين جمهور بني قادس مساك الله بالخير ابو عزوز مساك الله بالخير يا ابو يوسف يا هلا ومرحبا ومبروكين يا هلا الله يبارك فيك ابو عبد العزيز الله يبارك فيك لي ولك الله يسلمك جزاك الله خير حبيبي حبيبي والله الفرحه كانت كبيره لله الحمد يعني الحمد لله. امس كنا احنا في دبي نعم يعني والله العظيم كنا ودنا كل الكويت تكون في دبي امس يعني الفرحه كانت يعني صراحه كبيره انجاز يحسب للكره الكويتيه الحمد لله الكاس ما طلع برا الكويت الحمد لله القادسيه اكمل مسيره نادي الكويت وحافظ على البطوله في تكون كويتيه لله الحمد الحمد لله نشكر لاعبين الابطال صراحه تحملوا الضغط تحملوا الرطوبه يعني الرطوبه كانت خانقه يعني يمكن مساع بدر اسمع يقول لا الرطوبه كانت شوف لا الرطوبه كانت خانقه جدا يعني وتحملوا اللاعبين 120 دقيقه لكن لله الحمد البطوله كويتيه الحمد لله فمبروك لكل جماهير نادي القادسيه ولكل الشعب الكويتي واقول ويعني ايضا الجميل دعمكم لهذا النادي ووجود يعني اسم سامسونج والبابطين في تيشيرتات لاعبين نادي القادسيه وهم متوجين هذا مثال جميل للداعم او التاجر اللي يدعم الرياضه في بلده فلكم كل الشكر على ما تقومون فيه من جهود احنا سلم كلمه نتشرف انه يكون اسمنا على 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 شعار نادي القادسيه سلام عساك على القوة عساك على القوة شو تقول للاعبين وشو تقول للجماهير اللي حضرت وتعنت أمس لإبلي طبعا الشكر الكبير للجماهير صراحة اللي تعنت يعني الجماهير صراحة أمس كان يعني اللي شفناه احنا أمس في الملعب كان المخصص للجمهور الكويتي تقريبا 800 كرسي نعم. اللي شفناه أمس فوق 3000 مشجع كويتي صح كلامك صح والله صدق فكان الجمهور صراحة تكلف ويعني تعب وسافر وفي ناس راحت بنفس اليوم ورجعت بنفس اليوم هذا الجمهور يستحق صراحة هذا اللقب اللاعبين دائما على العهد يعني ما احنا ما نخاف على لاعبين القادسيه احنا نخاف على لاعبين القادسيه كفو لاعبين القادسيه دائما يعني صراحه هم قد المسؤوليه وقد الثقه يعني لاعبين القادسيه هذين متعودين على البطولات يعني مو شيء جديد عليهم هي البطوله شوي استعصت علينا يعني ما ادري ليه السبب يعني صراحه ما ادري هو الحظ او غيره لكن لا الحمد هذا نحس وانكسر نعم. وان شاء الله احنا الحين عاد بندخل كاس دوري الابطال ان شاء الله واحنا طالعين من دوري الابطال حتى البطوله هذه ما نبي نرجع لها بعد خلاص ان شاء الله الله يكتب اللي في الخير الله يكتب اللي في الخير جزاك الله مشكور الله يحفظك الله يحفظك تسلم مشكور الله يبارك. يا هلا حياك الله حياك الله ايضا انضم لنا الان يعني الابن البار لابيه والبار ايضا لناديه مهندس خالد اي المهندس خالد العقل معنا على الهواء قوه مساكم الله بالخير يا الربع هلا هلا حبيبي بارك الله فيك هلا مبروك مبروك ترى ما شفته من امس القلعه الصفراء اي والله حتى ما ادري انك لاهي واحنا لاهين الله يعين للاسف ما رحنا دبي ما قدرنا نروح كان فيصل راح عندك فيصل هناك اخوك اي بس فيصل هو السفير بيت العقل هو الممثل الشرعي اقول طبعا الحين اليوم العشاء شو اسمه العشاء بيت الوالد ماكو يقول لك شال كل الكرفس والجرديل ماكو سلطه صفراء فضحتنا يا يوبا كلها ليمون زين شلون ما تذكر موقف للوالد في مباراه كبيره
سواء اذا كان متنشن ومعصب ولا فايز. اي هذه في اشياء ما تنسي يعني. كان ياخذني وياه نظير على طول. هو عنده كرسي مميز يقعد فيه وانا يمه. زين دخلنا السلام عليكم العقل هلا ابو خالد. والوضع كان جدا محترم وراقي بس صفر ولا الريال جاي وياه مو ابوي واحد ثاني. وتنجن ما شاء الله عليه اندمج العقال يروح فوق فتلقاه يتنشن زياده. انا هني اول مره اشوف ابوي في تعصب. فتعلمت هني دخل بيتنا حب الغدسيه دخل بيتنا عشق الغدسيه. عرفت ايش كثر النادي مهم. عرفنا عراقته عرفنا تاريخه عرفنا من خلال تشجيع ابويها للنادي. نعم حبيبي يا خالد عسى الله يوفقك ان شاء الله. ومشكور مشكورين والف مبروك مره ثانيه. عاد نبي تشامبيونز القادسيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. زين ايش رايك تجيب ايش اسمه فان جال حق القادسيه تكون انت وسيط. انت تحرش فيني ليش لو مانشستر بس ينزل الحديني بس يلا موفقين بعد مانشستر حبيبي. مشكور خالد الله يسلمك. شكرا لك خالد العقل. شكرا لك يا هلا الله يحفظك يبارك فيك. ويانا اتصال على الهواء فيصل الصقر. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير. يا مرحبا لكم العافية. الله يعافيك. ألف لا باس عليك ويوسف ما تشوف شر. شر ما هيك الله يحفظك يا أخوي. مبارك حق العم خالد جارنا. نقول له مبروك الكاس والفال الآسيوية. أي فريق يجيب لك بسنة 5 بطولات. نعم أي طبعا هذا اخوي فيصل ولد الاعلامي يوسف عبد الحميد الجاسم. اي ونعرفه صح ابو صديق عزيز. هذا القادسية مو ساعات. القادسية وطن الله. اي مرجله سووها اللاعبين. حتى اللاعب يعترف يقول ان ادائي هذا سيء وجاب لنا بطوله. اي مرجله سووها الجنود المجهولين اللي نظموا كل شيء. اي مرجله من جمهورنا اللي راح كفو. شنو هذا؟ القادسية وطن مو ساعات. الله والله شوف الله. على الاشكاليات على المشاكل على المشاكل. اي والله يا اخي على المشاكل الموجوده بالقادسيه على الامور اللي مروا فيها مساكين وعلى كذا مخلصين. نشكرهم لاعبين مخلصين اداره وجهاز فني وجهاز اداري. نعم. نشكر انت. نعم. يوسف الاندي تعرفه يوسف اللي شيله. والله العظيم اي مرجله هذا. كفو كفو كفو. يلومونا بحبهم. اي والله والله نحبهم وغصبا عليهم. اكثر من الجماهير اللي قالوا عنهم الساعه 1:30 انا من اليوم رايح العربي لو يلعب مع نفسه بشجع نفسه ما تشجعه. والله العظيم شنو هذا؟ تمنوا لنا الخساره لا قدينا عندكم. مو كلهم مو كلهم حبيب قلبي مو كلهم. اقول لكم كل القليل لا نقف عينكم بالكف. كفي بهدلتونا. نزلت دموعنا على الهواء. الله يسامحك حبيبي. غاليه دموعك. روح استانس روح استانس على العلقه ابو يوسف بالمطار انت والعم ابو خالد. ان شاء الله بيكم رقب بالله. مشكورين حياك الله. حياك الله. الف مبروك للغدساويه كلها. كفو حبيبي. ايضا في اتصال وايد على الوالد. في اتصال وايد مهم ينضم على الى الهواء الحين. هواء القايله العم عمي ابو مهند الاستاذ. ليش يعني انت لازم انت تاخذ اتصال هذا. ايه ابوي ومعلمي واستاذي. مساك الله بالخير يبا. الو السلام عليكم. اول شيء مساكم الله بالخير. مبروك لنادي القادسيه اليوم. الصراحة رجعتوني للزمن فعلا الجميل في السبعينيات. كنت أخذ رفيق عمري غانم المطر نطلع من القادسية المنطقة. نعم. إلى نادي القادسية. أتذكر الله يرحمه عبد الكريم أبو جمال وصيحاته. أتذكر كريم نصار اللي يسبق الكرة. أتذكر محمد المسعود عبد الله العصفور. ترى كانوا فعلا القادسية صرح له تاريخ وله رجال. العموم مبروك لكل الكويت هذا الفوز. الشيء الثاني الحقيقة أحب أشكر ولدي عبد الرحمن العقل الأستاذ أبو خالد. أنا أحبه واحترمه لأنه دائما يعني يختار أدواره ودائما يمثلنا يمثل الشخصية الكويتية الملتزمة خلقا وسلوكا. الحقيقة أدواره وايد تعجبني وايد ربت
الجيل الكويتي على اشياء حلوه. تذكر السندباد، اتذكرنا الحقيقه ما يعني يمكن لو بنتكلم في هذا الموضوع راح يطول، لكن هي ايضا تحيه لهذا الممثل الحقيقه العملاق اللي نحبه واللي دائما يدخل الابتسامه لبيوتنا. العم الف مبروك العم مهند سعيد بهالشهاده يعني، وانا وايد 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 يعني حسيت بخنقه وانا قاعد اسمع الحكي الحلو. انا ما لا انت قدها يا عبد الرحمن الاستاذ ومربي حبيبي، وانا سعيد ايضا بنجاح ابني عمر العثمان الحقيقه. الله خير عمي ما قصر، يصعد نجم نجم قاعد يصير. جزاك الله خير عمي، كل انسان مخلص، كل انسان مخلص يقدر يوصل شهاده. اي والله الحمد لله، وعسى الله يديم علينا نعمه الامن والامان. امين امين. اي والله هذه نعمه ترى ما تحصى. الحمد لله شهادة نعتز فيها العم مهند الأستاذ يوسف عبد الرحمن. طبعا اليوم على الهواء أنا ودي أسألك سؤال كذي، بدام أن ولدك مهند أبو يوسف موجود، العصبية أو التعصب لشيء عندك عمي أكثر ولا عند أبو يوسف أكثر؟ لا والله الآن راحت العصبية مالت النادي، لكن أنا أكلمك كنت الساعة 9 الروح 9 الصبح الروح المدرجات. اتذكر مره غانم المطر جايب العرناف القديم بالطاووس الوالد العرناف قال اليوم هذا الاصفر بنوزعه على الجمهور علبتين ويا المقرابه بمخباته فارو الظهر كان يقول تدري حكنا اللي هو كان ناكله ما احنا ما احنا ما نوزع يعني نعطي احد. حياكم الله يا مشكور يا باي، الله يحفظك الله يحفظك يا اخي. لما ابوك يطلع الهواء ما تدري ايش تقول. لا تسكت تسمع. انا وليدي وست انا خمس عم ترد عليه. بس الله يحفظكم. لأول مرة في تاريخه ألف مبروك لعيال نادي القادسية، وهو القايلة اليوم أصفر معاكم يا أحلى جمهور. لفترة محدودة فقط احصل على جهازين مجانا مع انترنت 4G LTE سعة 300 جيجا بايت ب 19 دينار شهريا من زين. اختر جهاز ايباد او سوني PS4 مجانا بالاضافة الى جهاز هوت سبوت او راوتر مجانا. لا تعنا احنا انت عنالك. هوم بيري اطلبنا على التليفون تلقانا عند باب بيتك. هوم بيري نقدم لك المنتجات وانت تختار اللي تبي. هوم بيري نتميز بالاوريجينال مع البستاشيو صوص والنوتيلا دوز، والاهم ان الفراز يوغرت نسوي قدامكم فريش وطازج. اطلبنا على 9922-0094 وتابعنا على اكاونتنا في الانستغرام home_berry. الف مبروك لاصفرنا الفوز بكاس الاتحاد الاسيوي من برنامج القايلة. طافك عرض سيارات الفرق شيء ينن عادي، في شيء اكثر منه ولا عرض المونستر كارز سيارات عملاقه تدوس فوق السيايير. شنو يعني في شيء اكثر منه؟ وش اللي اكثر منه؟ روح معارض شفرل الغانم وشوف اسعارهم، صد شيء ينن. تصدق ان المانيبو صارت ب 5222 دينار؟ يا ولا ترافرز ب 7888 دينار معقوله؟ وغيرها عروض. جنون الاسعار من شفروليه، اقوى عروض السنه من شفروليه الغانم. سارعوا الان الى اقرب معرض اليكم. القايله
العائلة. اليوم في القايلة راح نوقف في لحظات نستذكر فيها قامة فنية كبيرة رحلت بعدما قدمت تاريخ حافل في الفن الكويتي والخليجي. هذا شنو؟ هذا إن صدق ظني دندرمة. لا عنكبوت. لا هذا تلفزيون. طالما أن نسرح بهذا الشكل وبهذا يعني الوضع اللي هو فيه، سواء كان نص، سواء كان أداء، سواء كان عرض، سواء كان صالة، سواء كان جمهور، لا خلاص حتى احنا اكتفينا وأدينا اللي علينا، والبقية يستلمون إن شاء الله الشباب، فيهم البركة وفيهم الخير. ولكل زمان دولة ورجال، وكل زمان له يعني ظروفه ومواضيع، والحين عصر السرعة وعصر المواضيع الخفيفة، السندويتشات هاي يمكن ما تصلح لنا، حنا نبي الشيء الدسم، نبي الدسامة، نبي مواضيع فعلا تهم الناس. طيب بصراحة تلفزيون أريح، تلفزيون حلو ولا في مجهود وفي تعب، لكن اللي ونسك انك انت كل يوم في مكان عدل. اليوم انت هني باشر هناك، شو تسوي ها عشان محيي عنك هي هاي عشان ما تيتي. انت باشر في البيت الفلاني، عقبه في مثلا في الشارع، عقبه في مثلا في مخفر، في مستشفى، في مثلا. على فكره ترى تمثيلياتنا احنا المحليه اذا ما فيها مخفر مستشفى. اليوم 19/10 ذكرى وفاة الفنان القدير المرحوم بإذن الله غانم الصالح. نعم، عودة لكم مرة أخرى، ويعني بعد ما سمعنا هذا الفلاش اللي اليوم جهزناه في يوم يتزامن مع الذكرى الرابعة لرحيل الفنان غانم الصالح رحمة الله عليه، بعد عطاء فني تجاوز 50 عام، مسيرة حافلة بالعطاء للبلد وللحركة الفنية، وهو أحد رواد الحركة الفنية في الكويت والخليج العربي والوطن العربي، أعماله ما زالت محفوظة في الذاكرة ومحفورة في ذاكرة من يحبون العم أبو صلاح رحمة الله عليه. هو من ساهم بتأسيس فرقة المسرح العربي في 61، عمل في وزارة العدل بمحكمة الاستئناف العليا كسكرتير جلسة في الأحوال الشخصية والجنايات، ثم انتقل بعدها إلى تلفزيون دولة الكويت وعين مساعدا لرئيس قسم التمثيليات، ثم رئيسا لقسم التمثيليات حتى تقاعد عام 1983. قدم أكثر من 90 مسلسل، قدم أكثر من 31 مسرحية بجانب الأعمال الفنية. بدأت متاعب المرض للفنان الراحل أبو صلاح العم غانم الصالح قبل رمضان 2010 عندما كان يصور مسلسل المنقسي، ولم يكن يعاني من أي شيء من قبل، ولكن أصيب يعني مرض في الرئة، انتقل بعدها إلى لندن للعلاج، ثم هو يعني راح في تاريخ 12/10/2010 ورجع بعدها بعد أسبوع واحد من تاريخه وقف نبض قلب المرحوم الفنان غانم الصالح وانتقل إلى جوار ربه. اليوم نتكلم يا أبو خالد الفنان عبد الرحمن العقل، وأنت عاصرته العم أبو صلاح، شو تقول عنا للناس اللي ما الشيء اللي ما تعرفه، شلون كان تعامله معاكم، شلون كان هو صلاح رحمة الله عليه الغايب الحاضر يعني معانا في كل صغيرة وكبيرة. أبو صلاح أبو لكل الناس، لكل الفنانين الموجودين، لكل الشباب الموجودين. أبو صلاح يعني أنا شهادتي في مجروح، لأن أنا عايش عاشرته في مسلسلات كثيرة، عاشرته في مسرحيات، عاشرته في القومة والقاعدة، عاشرته في السفر. بصلاح كودة عاطفة، كودة يعني حنان، جبل، قلبه أبيض، لما يحس أي شيء في شيء مو صحيح ما يتدخل فيه، أي شيء غلط ما يتدخل فيه، شيء الحلو يوقف. نشمي إلى أبعد الحدود، اللي يقدر عليه بزود يسوي. بصلاح اللي في إيده مو له، من تحت لتحت ما يقول حق أحدين أنا سويت وسويت، أنا شفته يساعد ناس وايد من غير ما يقول حق أحد. ما أدري
ما قدرت اتكلم اكثر من شيء. نعم ايضا يعني نسمع بعض ما تم تجهيزه لحلقه اليوم وفاء للفنان القدير العم ابو صلاح الفنان غانم الصالح. في لقاء اجرى تلفزيون الوطن للفنان محمد جابر الله يطول لنا بعمره وهو زميل المرحوم ابو صلاح راح نعرض لكم جزء منه. فمن باكر اتصل فيه اقول له ماني جايك شلونك الحين؟ قال لا الحمد لله زين. عقب باكر شلونك؟ قال زين الحمد لله. باكر بيجي لك المكتب يقول لي. انا اقول لك اياها بالتدريج. نهار ثالث اتصلت فيه قال ابو خالد انا تعبان ما اقدر. ايش فيك؟ قال والله ما ادري ايش فيني تعبان. نهار خامس شفت واحد يحاكيني كانه واحد مشلول. كانه واحد مشلول. اخوي غانم ايش فيك؟ هسه ما شاء. قال لا باكر بيودوني يفحصون. كان اقول له فيك ماي بالرئه. كان اصحبه. انا اتصل فيني بسام على طول رحت المستشفى. وقفت على راسي. قلت له غانم ايش فيك؟ قال قاعدين يسحبون مني الماي من ظهره. الدكتور طلع لي بعد نص ساعه. كان اقول خلاص سحبنا المي. قلت له شنو اللي سحبت المي؟ بنص ساعه تسحب المي؟ ماي البرئه يبي له يوم كامل. المهم تناجرت انا وياه. ولد بسام قال لي عمي روح بس روح. انتكس من في المستشفى. دخلوه بالعنايه المركزه لمده ليله كامله. من باكر حكاني قال لي عمودي بغيت اموت. شهدت بعد ما شالوا مني الابره. قلت له سلامات ان شاء الله. وين رايح الحين؟ قال لي بروح البيت. قلت له زين بين لك انا بس. لا حول ولا قوه. رحمة الله عليك يا عم بو صلاح يا علم ثواك الجنة. بقلب حزين أقولها لكم من برنامج القايلة. سيبقى الفنان القدير غانم الصالح في قلوب محبينا دائما. نعم وهذا هو نهجنا وخطنا في برنامج القايلة. الوفاء لكل من أعطى للكويت. وسنحمل هذه الرسالة دوما في طرحنا. بالنهاية جميل أن يكرم الإنسان في حياته وليس بعد مماته. وإن شاء الله سنسعى قدما في هذا الخط لتكريم كل من أعطى الكويت الكثير والكثير. وأنا من هذا المكان وفي هذه الأثناء وفي هذه اللحظات أقولها للقامة الكبيرة اللي تجلس بقربي ولليوم يعني غطتنا بكرمها وبمشاعرها الجميلة. العم أبو خالد العم الفنان القدير عبد الرحمن العقل أدعوك لقايلة وفاء خاصة فيك ليتم تكريمك إن شاء الله قريبا بعد ما تخلص جميع مشاغلك الحالية وتتفرغ لنا ولمحبيك. وأدعوك إن شاء الله بأنه سيكون لقاء تاريخي نوثق فيه كل ما قدمت للفن. وإن شاء الله نكون مجتهدين في هذا من قلوب محبة لك من قلوب يعني تعشق هذا الفن اللي أنت قدمته للكويت. مشكورين ما قصرتوا وأنا اللي سعيد جدا معكم. الله يحفظك يا عم أبو خالد الله يبارك فيك. قبل الختام أيضا في فلاش أخير راح نعرضه عن بعض الفنانين اللي تكلموا عن المرحوم أثناء مراسم الدفن. الفنان مراسم دفن الفنان القدير غانم الصالح. نسمع هذا الفلاش ونرجع للختام. في لقاء تلفزيوني أثناء مراسم دفن الفنان القدير المرحوم غانم الصالح سمعوا الفنان إبراهيم الحربي والفنان خالد البريتشي إيش قالوا عنه بعد دفنه مباشرة. إيش أقول لي حربي؟ جيت لخير بصراحة. أنا وياه دائما يعني في مثل ما تقول شغب وسوالف وضحك وكثير يعني ما يعني آخر. فقول صدق بيقول لي ما شبعت من الحياة وما شبعت من الفن. قلت والله شبعت يعني. تقول صدق شنو بخاطري الحين؟ قلت له شنو؟ عشان يقول لي الاقي وجه ربي. قال مصالح لو موجود الحين عشان كلم الناس هذه كلهم قال لهم يا جماعه التزموا في صلاتكم. نعم كذي نختم وياكم اليوم برنامج القايلة وبذكرى يعني ذكرناها وياكم بختام مع الفنان القدير طبعا عبد الرحمن العقل أبو خالد
أدري مشاعرك كانت يعني مختلطة بين بداية الحلقة وفوز القادسية وبين هذه النهاية، أدري أن دموعك كانت حقيقية وقت والله شوف أبو صلاح، أنا أشوفه في كل مسلسل أسويه أحس بلوكيشن قاعد معي صلاح، يعني هرم مو شوي يعني كان كان مو طبيعي رحمة الله عليه، عسى الله يغفر. الحين ما نضيق خلق الناس، لكن هذه حقيقة، هذا الإنسان مشكورينكم ما طوفتوا هالمناسبة، مشكورين ما قصرت، حق واجب يا أبو خالد رحمة الله عليه أبو صلاح، وكل الشكر على يعني كلماتك الجميلة في تذكر أبو صلاح رحمة الله عليه. إن شاء الله انت لقائك قريب ان شاء الله ابو خالد، انت ما ادري انا بقول لك صار قبل الهواء، انت قلت حق يوسف انه قريبا انت في برنامج القايله حلقه كامله، هم اللي قالوا حاضرين. انا منسق ابو خالد بس كانت عنده مشاغل، نعم. ولاهي ان شاء الله الفتره القادمه عقب ما يفضى نقعد وياه وناخذ منه اللي نبي قبل اساس نعرض للناس الشيء اللي هي تبيه. تم ان شاء الله. تمنيت ان القايله هذه تنشاف حتى بالتلفزيون، شنو الطريقة والأسلوب اللي قاعد تسوونه أنتم، ما شاء الله عليكم، شلون القلب صار كريزمتكم وايد حلوة. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. أنا أيضا قبل الختام وصلني مسج من أخو عزيز وغالي أبو حمد نواف الجريد مدير العلاقات العامة في نادي الكويت، يقول باسم رئيس وأعضاء نادي الكويت والأسرة الكويتاوية، نبارك لنادي القادسية حصوله على كأس الاتحاد الآسيوي، وسلامي لأخوي عبد الرحمن العقل أبو خالد. حبيبي تسلم، مشكور على التباريك اللي أرسلتها، طبعا هذا ما ينفرض معكم اهل الكويت، نواف الجريد وعادل عقله وجماهير العربي الكويت وجماهير الكويت قاعد يزولي، والله حتى انا قاعد على الانستغرام قاعد يزولي صراحه، شيء جميل. لا ما اهل، شوف عيال الكويت شفتهم ما شفتهم بالازمه؟ اي شو ما شفنا ايه بالازمه ماكو، كلهم على قلب واحد، ما في فلان وعلان، ما في صحيح فلان ولد فلان ولا هذا من طائف الفلانيه ولا من كذا، ما عندنا سوالف، الحمد لله وقت الصج خلاص. طبعا الزميل في القناه الثالثه غريب الغريب يوصل سلامه ابو خالد ومباركته بهذه الحلقه، عادل اليوفاوي القتاوي ما بدأنا أخذ اتصال، لكن اليوم وصلنا وياكم إلى الختام في برنامج القايلة، باشر نكمل وياكم إن شاء الله من الوحدة للثلاث من جديد، و يعني على الهواء راح نكون وياكم في مواضيع جديدة إن شاء الله. إن شاء الله كل الشكر لكم على استماعكم وعلى متابعتكم، شكرا اللي شاركوا في الهاشتاج القايلة قتاوية، باشر حلقة جديدة وهاشتاج جديد ومود جديد، وباشر ضرب لايح راح يصير بين المرأة والرجل، راح نتكلم عن المرأة السعيدة والزوج السعيد والزوجة السعيدة، يقول لك راح تكون ضيفة معانا من اختنا زميلتنا المذيعة غادة يوسف. يعني هل صحيح انا بقى انا بي باكر ايضا دكتور عدنان الشطي شكر عليها والله ولا لا هي بروحها ما شاء الله كابسة يبتاكل منكم المايك. زين بعيد عن حلقة باكر، ابيك شو تقول لها؟ من هي؟ القلعة الصفراء. القلعة الصفراء، أقول لها القلعة أحبك أموت فيك القلعة الصفراء. أموت في ترابك. يلا هو الله. وعد باسل. هو الله. برنامج القايلة، أول مؤسسة إعلامية إذاعية تحتفل بفوز بني قادس بكأس الاتحاد الآسيوي أمس. هذا وقد سوي غالي دايم انت العلالي قادس كبار بعين جمهور كثير، انت صرت للنصير بعين عشاق كبير، بعين عشاق كبير، يا بني قادس كبار بعين جمهور كثير، انت صرت للنصير بعين عشاق كبير، هذا نادينا الكبير هذا الاصفر كله عنده خطير، هذا نادينا الكبير والله كبير لا عند السطير، من يقول إنه غلبنا قول لا
قولها يا عم طيب، من يقول انه بلدنا قولها يا عم طيب. هذا القدس وغالي دايما في العلالي، هذا القدس وغالي دايما في العلالي. قدس كبار بعين جمهورك كثير، انت صرت لين صرت بعين عشاقك كبير، يا بني قدس كبار بعين جمهورك كثير، انت صرت لين صرت بعين عشاقك كبير. هذا هو نادي الملوك كان هم معلمون، هذا هو نادي الملوك ينهي خصمة في دقايق، هذا هو طبع الملوك، ينهي خصمة في دقايق، هذا هو طبع الملوك.